بصوا انا اكتر واحد بيليق على لبس بابا. ايه ده؟ ده ظرف. دي وصية، أنا عمر البرنس ودي وصيتي، بكتبها لأني حاسس إن الموت قرب مني. الناس كلها بتوصي بأملاك وفلوس، بس أنا معدتش أملك أي حاجة من دول. طول عمري محبتش أزعل حد فيكم، لكن دلوقتي أنا بعتذرلكوا عن كل حاجة هتعرفوها عني. بعت الأرض من فترة، آسف إني ضيعت حاجة زي دي، وآسف إني خبيت حاجة كبيرة زي جوازي من عنايات. وحسين ابني، يمكن تكوني قابلتيها يا حسين في عزايا أو دلوقتي. عنايات طيبة جدا، أوعي تاخديها بذنبي، بالعكس هتحبيها، ونفسي العيال ما يزعلوش مني ويحبوا هما كمان أخوهم حسين. أنا هوصيكم وأنا عارف إني ماليش حق إن أطلب منكم حاجة. كان نفسي نكون كأننا عيلة واحدة، نحب بعض ونخاف على بعض، بس أنا بين إيدين ربنا دلوقتي، ولو في حد هيعمل ده فهو انتو. وكان نفسي تكون الأيام تصالحني على علي. أنا ندمان إني ما خدتش خطوة إني أقرب. أنت يا علي مش شبهي، واخد طبع إحسان أكتر مني، لكن انت اول فرحتي وحبيبي وابني اللي كان نفسي صاحبه. وانت حسين جدع وقلبك ابيض، نفسي بس ما تزعلش مني اني خبيت عنك اخواتك. انا كنت مستني اللحظة المناسبة اقولك. انت كنت ونسي وابني الشقي اللي بحسه دايما مفرح قلبي، وانا متأكد انك هتاخد بحس اخواتك وتحبهم ويحبوك. السلام امانة لحد ما نلتقي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.